لازم يبقى جزء أساسي من الحوار. ناس فاهمة، ناس واعية، ناس متخصصة في قضايا السياسات العامة، في قضايا الاقتصاد، في قضايا الصحة، في قضايا التعليم، حتى في قضايا السياسة الخارجية، لأن بنواجه أيضا تحديات طبعا في هذا الأمر طبعا طبعا إلى آخره. فالحوار لا يجب أن يقتصر فقط على السياسيين وأجندة سياسية، ولكن لابد أن يضم ناس خبراء أوكي، ويتضمن قضايا السياسات العامة اللي أنا بأزعم إنها يعني بتهم المواطن العادي بدرجة كبيرة جدا، لأنها بترتبط بأموره الحياتية. وكل ما نبعد عن الأيديولوجية كل ما يبقى أفضل، يعني لأنه ما هي السياسة بحكم التعريف فيها أيديولوجيات مختلفة. صحيح. عمر الديمقراطي ما هيتفق مع الجمهوري. صحيح. ولا حزب العمال، فهنقعد الناس مهما قعدنا نقول مش هيتفقوا في قضايا معينة. لكن الخبراء الفنيين عندهم قدرة أكبر على الاتفاق، لأنه بيبص ده مرض له أعراض كذا كذا، ليه روشتة معينة، ممكن يختلفوا في بعض تفاصيل الروشتة. تمام. ممكن نزود الجرعة، نقلل الجرعة، ياخد فيتامين، ما ياخدش فيتامين، لكن درجة التوافق بينهم أكثر كثيرا من التوافق بين السياسيين الحزبيين الأيديولوجيين. وبالتالي من المهم أنه يبقى فيه دور لهؤلاء الخبراء، دور أساسي. لو بنتكلم على السياسة أضيف بس حتة، بما أننا بنتكلم برضو على السياسة. فالسياسة لابد أن يبقى فيها تنوع، فلابد أن يبقى فيه أجيال شابة ممثلة في هذا الحوار. ضروري. دي نقطة سياسية تصور دموها. أساس. لابد أن المرأة تكون ممثلة وبقوة. لابد أن يكون هناك تمثيل جغرافي، ما يبقاش فيه احتكار بس للقاهرة أو الإسكندرية. فده جزء من الشروط السياسية المطلوبة لنجاح مثل هذا الحوار. وفي نهاية الأمر هيبقى في قضايا في اتفاق عليها، وبعض القضايا هيبقى في اختلاف عليها. كل ما من حيث الحلول، من حيث الحلول والرؤية. من حيث الحلول، أنا بتكلم بقى إن كل الناس وافقت انها تشارك في الحوار. تمام. وتتعامل مع هذا الموضوع بإيجابية. أوكي. وبلا مزايدة، وبلا مزايدة وإحساس اللحظة، وبلا تصيد للأخطاء. أيوة. وبلا التركيز على المشاكل دون الحديث عن الحلول. صحيح. لأن نبقى دي جزء من الحل، مش جزء من تصعيد لأن المشكلة، لأن ده جزء من يعني للأسف أمراض السياسة المصرية. نعم. التصاعدت